أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد التحركات الأممية لاستئناف المفاوضات السياسية وإنعاش المسار السياسي المتعثر طويلا. قالت وكالة الأناضول إن ميليشيا الحوثي تراجعت عن إجراء أي مفاوضات مع الأمم المتحدة حتى انتهاء فترة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ رغم موافقتها السابقة على ذلك. ونقلت الوكالة عن مصادر سياسية أن وفد الميليشيا المتواجدة في العاصمة العمانية مسقط اشترط التفاوض مع المبعوث الجديد مارتن جريف. يتزامن هذا مع زيارة ولد الشيخ إلى مسقط قبل أيام من انتهاء فترته كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما مستقبل عودة المفاوضات السياسية أمام المواقف المتناقضة للميليشيا؟ وماذا سيقدم المبعوث الجديد في ملف المفاوضات المتعثرة؟ نتابع التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. ماذا يجري في مسقط؟ الأنباء المتواترة من هناك تشير إلى أن وفدا من جماعة الحوثي المتمردة تجري مفاوضات خلف الأضواء مع ممثلين عن الأمم المتحدة في غياب كامل للحكومة الشرعية. لكن مصادر سياسية أبلغت وكالة أنباء الأناضول أن وفد الميليشيا الحوثية أعلن تراجعه عن إجراء أي مفاوضات مع الأمم المتحدة حتى انتهاء فترة المبعوث الأممي الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحتى يتسلم المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفثت مهامه رسميا. ذهاب الحوثيين إلى مسقط جاء في أعقاب زيارة قام بها نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم في الخامس من يناير المنصرم إلى العاصمة صنعاء، والتي أظهر الحوثيون خلالها موافقة مبدئية بإجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة، في حين تزامن وصول وفد ميليشيا الحوثي إلى العاصمة العمانية مع زيارة لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والتي جاءت أيضا في سياق جولة شملت السعودية، وجاءت بعد يوم واحد من لقاء للرباعية الدولية بشأن اليمن في مقر السفارة البريطانية بباريس. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت مفاوضات مسقط التي تغيب عنها الحكومة لا تزال تتمحور حول المقترح الأممي الأخير بشأن ميناء الحديدة، أم أن الأمر وفقا لما يتم تسريبه بات يتركز حول مقترح شامل للأزمة والحرب في اليمن، بما في ذلك شكل جديد ومختلف كليا للدولة اليمنية. تساؤل يفرضه الغياب اللافت لطرف أساسي في معادلة الحرب هو السلطة الشرعية عن مفاوضات كهذه، في وقت اضطرت معه الحكومة لأن تواجه أواخر يناير الماضي تمرداً مع تشكيلة مسلحة يدعمها التحالف، وتخوض الآن مواجهة سياسية مع التحالف للبقاء في عدن وللحيلولة دون تقديم مكافأة سياسية للمتمردين الانفصاليين. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من مسقط الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا ومساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. إذا الأخبار تتحدث على أن ولد الشيخ في مسقط التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، وكذلك هناك أخبار على أن هناك وفد من الحوثيين أيضا في مسقط، لكن نقلت وكالة الأناضول على أن الحوثيين رفضوا لقاء ولد الشيخ وكذلك حتى نائبه إلى أن يتم تعيين المبعوث القادم بشكل رسمي. كيف يبدو وفق جميع أو وفق هذه المعطيات المشهد لك، المشهد السياسي اليمني بالنسبة إليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القضية اليمنية مرت بمراحل متعددة، وهناك تحول كبير في الحقائق على الأرض. المبادرات السياسية ما كانت تطرح منذ اليوم الأول لهذه الأزمة، وقد طرحت حتى الآن يعني عدد لا يحصى من هذه المبادرات، ولكنها رغم مرور 3 سنوات لم تفضي إلى شيء. الآن ما يعني يجري الحديث عنه من حلول سياسية ومبادرات تقودها بعض الجهود الدولية والإقليمية تجري في ظل تحول جذري لكثير من الحقائق. عن أي مشروع سياسي نتحدث؟ عن أي مفاوضات نتحدث؟ من يتفاوض مع من؟ هناك حقائق على الأرض يبدو أن يعني اللاعبين الإقليميين والدوليين يسعوا إلى القصد عليها. هناك حقائق ماثلة أمام الجميع، ولكن هل هذه الحقائق تؤخذ يعني في الاعتبار عند الحديث عن الحلول السياسية؟ نحن نتحدث مثلا عن مجموعة مسلحة
سطت على الدولة منذ 3 سنوات وهي الآن تحكم شمال اليمن. هذه حقيقة ماثلة. نتحدث عن شريك خليجي لم يعد شريكا وإنما صار خصما للقضية اليمنية، أي لم يعد مطروحا عند التحالف الآن تحرير اليمن من الحوثيين وإعادة الشرعية، لم تعد هذه أجندة التحالف في هذه اللحظة. هذه حقيقة أخرى ماثلة على الأرض. نتحدث عن حكومة شرعية يعترف بها الجميع ولكن ليس لها من الأمر شيء، هي خارج نطاق المعادلات، معادلات الصراع تماما. تجري كل هذه التفاوضات وكل هذه الاتصالات الدولية والإقليمية بمعزل عن الحكومة، الحكومة ليست حاضرة يعني حاضرة في هذه الحلول السياسية. نتحدث عن يعني تشكيل واقع جديد في المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية. هناك كيان يطلق على نفسه المجلس الانتقالي يحاول أن يفرض نفسه وأن يفرض حقائق جديدة على الأرض. كل هذه الحقائق الجيوسياسية و يعني الماثلة جميعا أمامنا يعني سيكون لها انعكاس كبير. فعودة إلى السؤال عن أي مسار تفاوضي نحن نتحدث اليوم في ظل كل هذه التداعيات وكل هذه الحقائق يعني القائمة اليوم. أنا في تقديري أن الحديث عن حلول سياسية في هذه اللحظة هو التفاف على هذه الحقائق، هو ترحيل لجوهر القضية اليمنية، هو قفز على هذه الحقائق، ويعني هناك أولويات أولى بأن ينظر إليها. الحالة الإنسانية مثلا في اليمن، حالة الاحتراب العسكري والتمزق السياسي، يعني فينبغي أن لا يضلل الشعب اليمني وأن لا يضلل الإنسان اليمني بمثل هذه السيولة من الحلول السياسية والمبادرات السياسية. اليوم المشروع اليمني، مشروع الدولة اليمنية الموحدة بنظامها الديمقراطي، هذا المشروع صار اليوم غائبا، صار اليوم يعني متراجعا ممزقا. فعلى الشعب اليمني أن لا يخدع بمثل هذه الصيحات وهذه الدعوات وهذه اللقاءات التي لم تنقطع يوما، ولكنها كما قلت قبل قليل لم تفضي إلى حلول جوهرية ملموسة. طيب، كثرة الحديث عن الحلول السياسية تتطلب لنا معرفة ما الذي وصلت إليه الأمم المتحدة في هذا. دعني أسأل الضيف الذي ينضم إلينا الآن من عمان، المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. يعني الآن في ظل التحركات الأممية التي تحدث وانتهاء فترة ولد الشيخ، أنباء عن تعيين مبعوث جديد بريطاني، كيف تقيم عمل تحركات الأممية بخصوص المشهد السياسي اليمني؟ مساء الخير وتحية لك ولضيفك الكريم. يعني كما ذكر الضيف أن ليس هناك أي أرضية مشتركة في الوقت الحالي لأي عملية سياسية في اليمن. العملية مجمدة من فترة طويلة، وفي الوقت الحالي هي أكثر تجميداً. هناك بعض الأفكار التي يحاول الحوثيين تسويقها وإيهام العالم بأنهم جادون في عملية سياسية، لكن هذا الأمر لمن يعرف الواقع يدرك بأنها حيلة. دائما ما يستخدمها الحوثيين، دائما ما يدعوا بأنهم جادون نحو السلام ويرسلوا إشارات للدول الغربية تحديدا بأنهم مستعدين لعملية سلام حقيقية، وحين يكون هناك أي مفاوضات يتهربون من أي استحقاقات. لاحظنا في الفترة الماضية أنهم أبدوا هذا الاستعداد، والآن يتحججوا بأن لن يتفاوضوا إلا بعد أن يأتي المبعوث الأممي الجديد، وكلها تكتيكات تهدف إلى أن يتجنبوا أي التزامات حقيقية باتجاه السلام. طيب، الأمم المتحدة هي من تدفع كما يبدو خلال الفترة الماضية نحو الحديث عن الحلول السياسية، ما هو التقييم لهذا الموقف برأيك؟ يعني الأمم المتحدة طبعا طبيعة العمل أي مبعوث أممي، أي لجنة دولية وأممية، من مهامها الأصلية أن تجمع الأطراف المتصارعة، وإلا لما ثبت بأنها تعمل. ولهذا هذه التحركات هي طبيعية في هذا السياق، بمعنى أن يريدوا أن يشيروا إلى أن هناك تحرك ما وأن هناك مفاوضات تجري. وهذه العملية
كانت مضللة منذ البداية. من يدرك الوضع في اليمن كان لديه الدراية بأن جميع عمليات المفاوضات والمشاورات كانت محسومة بالفشل منذ البداية، ولكن طبعا المبعوثين والموظفين الأمميين يحاولوا أن يخلقوا انطباعات بأن هناك أجواء جديدة وبأن هناك إمكانية لعملية سلام وعملية تفاوض. وكما لاحظنا المبعوث الأممي الحالي والمغادر لمنصبه ولد الشيخ، جميع إفاداته في مجلس الأمن كانت من وجهة نظر الكثير من اليمنيين بأنها تضليلية. كان يعطي انطباع بأن هناك حركة وبأن هناك مفاوضات وإلا، ويحاول أن يضخم أي أفكار ويحولها إلى إنجازات، ولكن في نهاية المطاف تبين أن كل ذلك كان زيف، وهذا ما يبدو أنه سنعيشه بنفس الآلية في الوقت الحالي. طيب دعني أعود إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، يعني لا يمكن الحديث عن ذلك، عن يعني سواء عن الحوثيين أو عن المشاورات السياسية أو عن الأمم المتحدة دون أن ننظر إلى المكان الذي يحصل به نوع من التحرك في يعني ما يتعلق بالمشهد السياسي اليمني، وهو مسقط الآن. هل لدى مسقط مخاوف؟ لماذا ترحب بولد الشيخ ويزورها في نهاية يعني فترته كمبعوث أممي إلى اليمن؟ لماذا يتواجد فيها الحوثيون الآن؟ هل محاولة لمراقبة العملية السياسية؟ ما الذي سيجري؟ أم أن هناك نوع من الإرادة لدى مسقط للتدخل بشكل أكبر في الملف اليمني برأيك؟ نعم، أنا قلت منذ أمد بعيد أن يعني الحضور العماني في الأزمة اليمنية يعني كان يتم من خلال اعتبارات معينة. الحكومة العمانية بقيت محتفظة باعترافها بالحكومة الشرعية، حكومة الرئيس هادي، ولكنها لم تقطع الاتصال مع الحوثيين، هي بقيت على تواصل مع الحوثيين، وبالتالي استمرت مسقط يعني تلعب هذا الدور، دور التوفيق بين الفرقاء، توفير أرضية يعني مكانية للتفاوض والتقاء الوفود المختلفة، ولا زالت تلعب هذا الدور. هل الآن السؤال، هل يعني سلطنة عمان تقدم مشروعا سياسيا أو حلا سياسيا أو بادرة سياسية؟ أظن أن هذا مستبعد. يعني مسقط منذ اليوم الأول لم تزعم أنها تملك حلا سياسيا ولم تقدم مبادرة سياسية متماسكة تلتقي عليها الأطراف المختلفة. الدور الذي تلعبه مسقط يعني منذ اندلاع هذه الأزمة وإلى هذه اللحظة في تقديري هو دور لوجستي، بمعنى توفير المكان، توفير يعني التجهيزات، التواصل مع الأطراف المختلفة، إيصال الرسائل هنا وهناك، ولكن ليس هناك مبادرة عمانية خالصة يمكن الحديث عنها ويعني تلتقي عليها الأطراف. لكن هناك من يتحدث دكتور يعني على أن ما يحدث ويجري في المحافظات اليمنية المحررة على الأقل، يعني هناك حديث عن الجنوب تحديدا، قد يقلق مسقط بشكل أو بآخر ويستدعي منها نوع أكبر من التدخل. هذا صحيح، يعني الذي يقلق مسقط هو ما يجري في المهرة تحديدا، وقد أشرت إلى يعني ذلك قبل قليل، أي أن هناك واقعا عسكريا وأمنيا وسياسيا يجري تشكيله الآن في المحافظات الجنوبية والشرقية. يعني هناك ملامح لواقع جديد يتخلق على الأرض اليمنية، وهذا جزء من الأزمة في حقيقة الأمر، وهذا الذي أشرت إليه. يعني الحكومة الشرعية لا تملك نفوذا على الأرض، وبالتالي هي غير مؤهلة حتى على افتراض أن هناك مشروعا سياسيا يمكن الحديث عنه. فالحكومة الشرعية ليست مؤهلة، يعني لا تملك المكنة الاستراتيجية التي تؤهلها للخوض في حلول سياسية، لأن ليس لها نفوذ على الأرض. فمسقط نعم تقلق مما يجري في المهرة تحديدا، وبالتالي لعلها تسعى إلى يعني درء هذا الخطر بالتعجيل يعني إنجاز حل سياسي، ولكن هذا مستبعد لأن البيئة السياسية اليوم في اليمن لا تأذن يعني بإجراء حلول سياسية أو بالحديث عن حلول سياسية. هناك حالة اقتراب عسكري، هناك حالة تمزق يعني سياسي واجتماعي، هناك حالة من البؤس الإنساني، وبالتالي أن لك أن تتحدث عن حلول سياسية في ظل كل هذه المعطيات التي يعني لا تدفع باتجاه الحل السياسي. الحوثيون أنفسهم
يعني ما الذي يدفع الحوثيين الآن إلى القبول بحل سياسي؟ ميزان القوى يعني مختلف إلى حد ما لصالح الحوثيين. ثم خلال الفترة الماضية جولات التفاوض التي جرت سواء في الكويت أو في مسقط أو في غيرهما، هل أبدى الحوثيون استعدادا للتراجع عن الانقلاب؟ هل أبدوا استعدادا لإلقاء السلاح والتحول إلى كيان سياسي؟ هل أبدوا قبولا بنظام ديمقراطي يعني يلتقي حوله الجميع؟ هل أبدوا استعدادا لإعادة هيكلة يعني السلطة واقتسامها مع الأطراف والقوى السياسية الأخرى؟ الجواب كلا، يعني لم يبدو الحوثيون أي استعداد لأي من هذه المسائل. وبالتالي أنا أتصور الحديث عن حل سياسي في هكذا ظروف وفي هكذا مناخات سياسية مضطربة يبدو أنه حديثا يعني غير واقعي تماما، ولن يفضي إلا إلى ترحيل الأزمة اليمنية والالتفاف على الحقائق على الأرض. فعلى الشعب اليمني ممثلا سواء بالحكومة الشرعية أو بالقوى السياسية والقبلية أن تعيد النظر، يعني هذا منعطف تمر به الأزمة اليمنية خاصة بعد الأحداث التي شهدتها عدن وحالة الانقلاب على الحكومة الشرعية التي فقدت ما تبقى لها من مصداقية وما تبقى لها أيضا من نفوذ سياسي على الأرض اليمنية. أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معي دكتور. أعود إلى أستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، عندما نضع مقارنة ربما ببداية مهمة مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ إلى اليمن وبانتهائها حوالي 3 أعوام تقريبا إلا أقل من الأشهر، كانت بداية عاصفة الحزم، كانت هناك أوضاع صعبة بالنسبة للحكومة الشرعية، الآن تغير الوضع. هل يمكن الحديث على أن يعني وفقا للممكن ولد الشيخ نجح في مهامه، أم أنه فشل أمام تعنت الأطراف، أم ماذا؟ التقييم الإجمالي لأداء ولد الشيخ وفريقه في الأزمة اليمنية يبدو أنه تقييم سلبي تماما، بمعنى أن ولد الشيخ فشل أكثر من عادي، كونه لم يستطع أن يحقق أي إنجاز يذكر حتى في المسائل الهامشية والثانوية. سمعنا عن أفكار فيما يتعلق بالمعتقلين، فيما يتعلق بفتح معابر، فيما يتعلق بالحديدة، مطار صنعاء، جميع كل الأفكار التي تم الحديث عنها في هذه المسائل التي تعتبر ثانوية لم ينجح ولد الشيخ. لم يكن له ذلك الحضور ولا القوة ولا الثقة بأن يوجه فريقه باتجاه حلحلة الأزمة اليمنية في بأي شكل من الأشكال. وبالتالي التقييم العام أن ولد الشيخ كان فاشلا بامتياز هو وفريقه. نأمل الآن بأن المبعوث الجديد البريطاني ربما يكون في وضع أفضل، كونه مدعوم بشكل أو بآخر من دولته التي هي الدولة رئيسية ودولة أيضا مسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن وهي بريطانيا، إضافة إلى ربما شخصيته وقدراته الخاصة الدبلوماسية، ربما نشهد أداء مختلف ومنهجية مختلفة في التعامل مع الأزمة اليمنية، لأن المنهجية السابقة ثبت بأنها فاشلة تماما، منهجية الحوار وفقا لشرعية أصبحت لا تمتلك أي نفوذ حقيقي على الأرض، ومتمردين مقسومين في ذلك الوقت بين صالح وبين الحوثيين. الآن الصيغة يبدو يفترض أن تكون صيغة جديدة، أولا تتناسب مع الوضع على الأرض، في نفس الوقت يكون لها أفق. طيب، وفقا لهذا الكلام دكتور عبد الله، وأرجو أن يتفضل أستاذ عبد الناصر بالبقاء معنا، يعني ما الذي يمكن للمبعوث الجديد سواء كان من أعلن عنه أو قيل أنه سيكون مارتن غريفتس أو غيره إذا لم يكن تحديد نهائي بشكل أو بآخر، ما الذي يمكن له أن يفعله في يعني خضم ما قام به ولد الشيخ خلال الفترة الماضية؟ نعم، المعضلة أخي الكريم لا تكمن في شخص المبعوث الذي يقود هذه الجولات من المفاوضات أو الذي يدير هذه العملية السياسية.
المعضلة تكمن كما قلت في البيئة السياسية، في المناخ السياسي، في حالة الانسداد في الأزمة اليمنية. في حقيقة الأمر أن التفاوض لا يجري بين المبعوث وبين الأطراف اليمنية، التفاوض الحقيقي يجري بين اللاعبين الإقليميين. نتحدث عن يعني دولتي التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات، نتحدث عن قوة إقليمية هي إيران، نتحدث عن قوة دولية هي الولايات المتحدة. بريطانيا صحيح أنها الآن هي التي تدير يعني ملف الأزمة اليمنية على المستوى السياسي، ولكن بريطانيا يعني ليست يعني ذات حضور نافذ وقوي ومؤثر، لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي بطبيعة الحال. فالمعضلة تكمن في هذه المناخات الإقليمية، ما لم يتوافق الفرقاء الإقليميون إيران، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، وبدرجة أقل سلطنة عمان باعتباره الراعي اللوجستي لهذه المفاوضات، ما لم يتفق هؤلاء اللاعبين الإقليميين على يعني حد أدنى من الحل السياسي، فأنا أحسب لم يعني يصار إلى إنجازات حقيقية. فالمعضلة لا تكمن في شخص المبعوث الأممي، يعني الأمر الإيجابي الذي يمكن أن تفضي إليه هكذا حلول سياسية أو حوارات سياسية هو التوصل إلى حلول جزئية وليس إلى حل كلي. حلول جزئية ربما تعالج بعض القضايا يعني الفرعية المتصلة بمطار صنعاء، ميناء الحديدة، المعابر، إذا صار في انسدادات هنا وهناك فيمكن لهذه يعني التواصل السياسي هذا أن يعني يحلحل يعني هذه الإشكالات. أما أن يصار إلى حل سياسي جذري ينتصر لخيار الدولة اليمنية الموحدة بنظامها الديمقراطي، أنا أظن أن هذا أمر مستبعد في ظل المعطيات التي أشرت إليها آنفا. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. بعودة أخيرة إليك أستاذ عبد الناصر، يعني وفقا لما هو منظور في المستقبل القريب ووفقا ربما لما هو مطلوب، يعني في نهاية المطاف الكثيرون يتحدثوا على أن ما سيتم في نهاية المطاف هو حل سياسي بعد فرض الشروط على الأرض. ما هو المستقبل بالنسبة للملف اليمني سياسيا إذن؟ ليس هناك من وضوح لما هو المستقبل للملف اليمني، لأن الوضع الفوضوي حاليا في اليمن لا يشير باتجاه البوصلة إلى أين ستذهب البوصلة العملية السياسية. نعرف أن الوضع معقد تماما، والوضع العسكري أيضا يشهد تحرك في بعض الجبهات الهامشية وجمود في الجبهات الرئيسية. ونحن كيمنيين ندرك بأنه لن يكون هناك سلام حقيقي إلا بهزيمة للحوثيين وهزيمة للمشروع الانفصالي وهزيمة لكل القوى التي هي ما دون الدولة. وفي الوقت الحالي هذه القوى هي القوى التي تسيطر على الأرض، بعضها بدعم خارجي وبعضها بقوة داخلية ودعم خارجي. ومن هنا فإن توقع أي شكل من أشكال، بالإضافة إلى شرعية مهترئة، شرعية لا تمتلك لا قرارها وليست جادة باتجاه السلام، وفي قرارة نفسها ترى بأن من الأفضل لها أن يبقى الوضع على حاله، هي تعيش على هذا الوضع، تعيش على هذا الوضع الذي هو لا حرب حاسمة ولا سلام، لأنها تدرك بأنه لو حدث انتصار عسكري فإنه لن يحدث بأدواتها ولا بقوة تتبعها، وبالتالي فإنها ستخرج بعد الانتصار العسكري. العملية السياسية تشعر لو كان هناك أي تفاوض سياسي فإنها أيضا ستخرج، لأنها لا تمتلك قاعدة سياسية ولا شرعية حقيقية، بالمعنى شرعية أخلاقية، شرعية قانونية. ولهذا من مصلحة هذه السلطة أن يبقى الوضع على حاله، هي التي تطيل الحرب بكل الطرق، هي من تريد أن يبقى الحوثي في صنعاء لأنه يعطيها شرعية البقاء وشرعية الاهتمام من الآخرين وتحديدا دول التحالف، وهي في نفس الوقت لا تخسر شيء، يعني قاعدة في فنادق الرياض جميع احتياجاتهم وأسرهم متوفرة، يفسدون كما يشاءون، يعبثون بما تبقى من موارد الدولة بالطريقة التي يريدوا، لا ميزانية
لا مجلس نواب يحاسب، لا حتى معارضة. المعارضة تم شراءها وتم تعيين ومنع رؤساء الأحزاب ومنع عموم الأحزاب مستشارين للرئيس، وصاروا جزء من هذه السلطة الفاسدة. وبالتالي هذه السلطة هي مشكلة، هي المشكلة الأساسية. أننا الآن نعاني من مشكلة أنه لا وجود لشرعية حقيقية تواجه الإنقلابيين وتواجه الانفصاليين وتواجه غيرها من القوى التي أصبحت، وتواجه أيضا العالم الخارجي الذي يتدخل كما يشاء في الشأن اليمني دون أن يكون هناك طرف ما يقول له بأن هذا التدخل ضار لمصالح اليمن. أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختامي أتقبل تحياتي وتحيات الزميل محمد عبد المغني وجميع الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.